شباب ازيكم شباب، دلوقتي هنلعب اللعبة اللي احنا لعبناها. لا جاب واحد اللي يا خوتي ارجع ارجع وي فراشي فراشي فراشي. اوه بقوم خمسة؟ ازاي بقوم خمسة؟ ازاي؟ اوه جبت عملاق كيبي، ما جيب زود هيدس كمان. انا جبت جيش عمالي رجعت، بس الحمد لله الساحر بيزود، ما جيب منه تلاتة. ايوه بقى هيدس كمان ينفع. اوه 50. اوه كل اتنين تلاتة بيلعبوا رياضة، لا كلهم قاعدين يلعبوا عشان لازم يتمرنوا شوية. ايوه كده اربعة يا خراشي، كلهم قاعدين يلعبوا. ايه يا جدعان يا جدعان، انتوا بتخوفوني. يلا يبي جيشي كبير. تلاتة ايه؟ تلاتة ناس ازاي؟ ازاي تلاتة ناس؟ ازاي يا عم؟ يا شباب سوتكم. اوه يا عم امشي، مش عاوزين فيديوهات تاني. شكرا، الله جالي فلوس. جالي 4700، عمالي كسبت. والله ده انا جبت جيش في الاخر، في الاخر عمالي رجعت. والله ما كنت واخد بالي اللي هما هيجيبوا. والله واحد من الاسهم كان هيجيب واحد جندي مفتري، عيل مفتري والله. الجزء اللي 12 يا حلاوة يا روقانك. ايه ده كسرت الازاز يا بنت نمشي. ماشي ايه ده اتنين هو اتنين وانا اتنين يا حلاوة. عشان بجيب واحد من ده. اوكي انا كده فين. عشان لو مات هجيب واحد غير ابتاعك. يلا ابتاعك. لا مش هسيبك يا حبيبي، مش هسيبك. اوه والله ده بيحتمل، ده الاول ده بيحتمل، والله بيحتمل، بيحتمل الضربة يا روقانك. انا اجيب منه اتنين عشان والله لو جابني هجيب. يخرب بيتك اي عم، انت جايب من قبلي جنود كتير يخرب عالك. طب اصبر عليا عشان اجيبهم لك النهارده، هجيبهم مش هسيبهم لك حبيبي. انا جبت جنود كتير، واو هو جنود كتير جدا جدا كتير جدا. اوه ستة ستة ازاي؟ خلاص كل مرة سبعة ثمانية. يبي ده يا جبنة طلعوا ميجرم. الود الولا اللي بالشلد ده يحتمل، الود عاوز يحتمل اكتر، بس والله منه كتير كتير. اوه
يا عم كل المرحلات دي سهلة. ايه يا عم ده كل شوية قد تجيلي مرحلة سهلة. ايه يا عم المرحلة السهلة دي؟ لا شكل الجوهرات بتاعتها هتخلص. لو خلصت الفلوس كمان انا عندي فكرة، لو انا كسبت هجيب فلوس اكتر واقدر اجيب جوهرات. والله فكرتي حلوة. تحفرهم وتسرقهم. امشي يا عم. برضو بتاع اوت كيلس. والله بالنسبة جمع موارد نجيب واحد بس، واحد لوحده نجيب ثلاثة، واحد صغير وواحد كبير وواحد كبير. لما بيحرصوا من الحب ثلاثة ونجيبت واحد كمان من اوت الكلاس. ارجع خليك دفنت يا عم، خليك دفين، مش تستنوا صاحبكم. لا الاستهبال والله ده عقلي فاضي. خد ايه بس انا اجيب واحد اللي بيحفر، عشان والله لازم اجمع موارد اكتر. جيب 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 تلاتة انا خد كده تلاتة من السيوف وواحد من الشيلد ده، وجاب اربعة خمس. والله جبت اكتر منه، كنت هجيب موارد كتير. انا اجيب واحد عملاق. والله العملاق ده بيحيس، والله هلسه كبير جدا. انا اجيب واحد ده واحد ده 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 ماشي معاه ال 15. يا حلاوه. ثلاثة منهم. شكل الولا هيتنسى. هيتنسى زي حدة سمنت. خلينا نشوف كده. خلينا نروح عند الجيش بتاعي. ماشي ما نجيب ده. تلاتة كويسين. ما نجيب اجيب واحد من ده. ايه ده كلهم بيرجعوا؟ ما يجد عندي ايه ده بيرجعوا كمان. ايه يجد عندي فورت نايت. وما هي فورت نايت زي كأنها حرب العصيان. صراحة والله دي جديدة، أول مرة ألعبها. أوه حيل جبت ستة من أوت كيلس، بس قصدي بتاع الشيلد ده. أوه ما جبت من ده. ما جاشي أكبر. استنى خلص كمان يا جماعه. يخرب بيته جيشه بقى كبير. انما جيش بقى كبير، بس والله العملاق ده بس الجيش بقى كان كبير من شويه والله. وخلص جيشه وجبت عشرة. بس
والله كلهم كانوا من صفر من الاول، فاني عرفت اجيب جوهرات. بس على فكرة ده انا شكلي هفرمه، ده انا هفوقه بحط البالونة. تمانية من أسهمة، أيوة كده دلعنا شوية، بس في تلاتة من أسهمة وتمانية كده كتير، جبت عشرة. يا حلاوة شكله يكس. اجابهم الست ثواني، اكون عنده ليزر. اوه ده بقى، اوه مش دون قصرية، بس اليوم قصرية جدا. خليني ازود شوية من ده. رقم 14 شكله جاب ساحر، جاب ساحر ولا متخيل؟ شكله مطور وعمل بيت النوتي ده، نوتي نوتي النوتي ده برا بيعرف نوتي نوتي هيكون جاب. لا لا حرام عليك يا ظلم، المفترين يا ظلمة كده. ماشي والله ارجع لكم، ارجع لكم احسن من زياد كده. هو الولا مش احسن من زياد، عايزك تفرجني. يا سلام
حرام على باب الصحة، ظلم انت اكتب بيتك صح عندني ظلم الكلشوم، الكلشوم اللي بيزودوا من السلسلة مستعجلوا، حرام عليكم الظلمة، 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 الظلمة دي، حرام جابوا وين؟ أوه خلصت الكتاب بتوعي، يبي، نفس اللي عندك واحد، بكم واحد بالبتاع محترمين يخبطكم وجد احسن من ديها عشان تحرموا دون تعيين واحد مش بيتحرم ولا بيعمل ايه مطير ولا ايه والله انا شايفه فينهم بيتحرك واجيش محترم يخرج بيتك والله كان عامل ازاي يخرج بيتكم وده كان لعبك ولا ايه بتقول لي عندك شفتم شكله يا شباب يا نهار ابيض ماشي اللي عندي 10